يا مساء الورد والفل والجمال والرضا على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الهدف، بدايتنا مع قصه ابو زيد الهلالي، قصه الشيبي وحسين الشحات. النهارده قضت محكمه جنح مدينه نصر بحكم اول درجه. الحكم ده كالتالي: انه يتم تغريم حسين الشحات 100,000 جنيه، يتم منعه من وجوده في اي هيئه رياضيه لمدة 5 سنوات، وحكم آخر بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. طيب، لما سألنا المتخصصين قالوا لنا كالتالي: إن طبعا في بس تفصيلة مهمة جدا جدا جدا، لأن في ناس قالت إنه ال5 سنوات دول إن حسين الشحات ما يقدرش يكون عضو في اي هيئه رياضيه. ناس قالت لك ده ما يقدرش يلعب، لا هو يقدر يلعب عادي جدا، بس ما يقدرش يبقى مثلا عضو مجلس اداره في نادي في اي هيئه رياضيه ان كان مسماها ايه يعني. فده بس للتوضيح ان حسين الشحات يقدر يلعب عادي جدا مع الاهلي او منتخب مصر او اي نادي تاني. لما سالنا المتخصصين قلنا لهم طب الخطوه التاليه ايه؟ قال لك الخطوه التاليه: اولا الحكم ده كان حكم حضوري، يعني بحضور حسين الشحات داخل مقر المحكمه. طيب الخطوه التاليه ان حسين الشحات عنده طريقين، أنا بتكلم هنا كلام قانوني بعد سؤال المتخصصين، إن يقدم استئناف. الاستئناف ده يا إما يكون عن طريق حسين يا إما عن طريق النيابة، والأفضل يكون عن طريق النيابة. لما بيقدم هذا الاستئناف بيتم إيقاف كل أو يتم إيقاف كل بنود هذا الحكم، يعني ال5 سنوات إن هو يمنع من التواجد في أي مؤسسة أو هيئة رياضية، يتم إيقاف هذه التفصيلة، أيضا الغرامة 100,000 جنيه، وأيضا الحبس مع إيقاف التنفيذ إلى أن يتم صدور حكم آخر، يا إما بتأييد الحكم السابق اللي هو حكم أول درجة بتاع محكمة الاستئناف، يا إما بصدور حكم جديد. طيب لو تم صدور حكم جديد هيبقى هذه أو هذا الحكم هيكون مدرك في صحيفة الحالة الجنائية اللي هي يعني صحيفة السابق بتاعت حسين الشحات. كمان هيبقى حسين الشحات خلال 3 سنوات لو ارتكب أي جنحة أو جناية أخرى لا قدر الله هيتم تنفيذ الحكم اللي هو بتاع السنه مع ايقاف التنفيذ. لو تم تبرئته طبعا بتسقط كل او يسقط الحكم كله، وطبعا ما بيكونش موجود ولا يدرك في صحيفه الحاله الجنائيه اللي هي صحيفه او يعني صحيفه السابق زي ما هو متبع او شائع بنقول كده يعني. طيب الاستئناف ده بيقدم امتى؟ خلال 10 ايام، سواء عن طريق حسين او عن طريق النيابه. ده الحكم بتفاصيله بتبعاته. واللي عرفته كمان ازيد حضراتكم من الشعر بيت، ان الحكم بتاع محكمه الاستئناف يوقف الحكم بتاع اول درجه اللي هو محكمه جنح مدينه نصر، لكن النقد لا يوقف الحكم، يتم تنفيذ الحكم الى ان تبت محكمه النقد بحكمها النهائي. ده كل التفاصيل القانونيه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ده بعد سؤال المتخصصين في الحته القانونيه. طيب بعد الحكم وتبعاته فيما يخص نادي بيراميدز، نادي بيراميدز توجه الى طبعا بعد الحكم ده اللي كان النهارده الصبح تبعه قرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. وعلى فكرة الحكم ده أو القرار ده كان بوجود أستاذ جمال علام اللي هو حلمي مشهور، أستاذ إيهاب الكومي، وهم بس اللي كانوا موجودين في مقر الاتحاد، وتم تمرير القرار بالمكالمات الهاتفية مع باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. كان إيه بقى القرار بتاعهم؟ إيقاف الشيبي 6 لقاءات وتغريمه 100,000 جنيه. جاي لكم، أنا بس بقول لكم اللي حصل وبعد كده هقول لكم التعقيب بتاعنا. طيب ده الحكم بتاع أو القرار بتاع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. نروح للنادي الأهلي، موقف النادي الأهلي قال لك لا تعقيب على أحكام القضاء اللي هو حكم أول درجة بتاع محكمة جنح مدينة نصر، ولكن بعد هذا الحكم كده أكن الاتحاد بيقول لنا بعد كده لما يحصل أي حاجة روحوا للمحاكم المدنية. تالت حاجة، أنا بكلمك على 4 نقاط في موقف النادي الأهلي: نمرة 1 إنه لا تعقيب على أحكام القضاء، نمرة 2 إنه قال إن هذا الحكم هيعد ضوء اخضر من الاتحاد المصري لكره القدم ان بعد كده النادي الاهلي يقدر يروح للمحاكم المدنيه، الحاجه الثالثه ان لن يتم اللجوء الى الفيفا، الحاجه الرابعه انه بهذا الحكم النادي الاهلي عنده ضيق شديد جدا وعلامه استفهام كبيره جدا ان ليه اتحاد الكوره اوقف حسين الشحات بعد 6 شهور من الخطاب اللي كان ارسله الاتحاد المصري لكره القدم مذيل بامضه المدير التنفيذي الاستاذ وليد العطار الايقاف او هذا القرار بايقاف الشيب، انا اسف، اللي هو 6 مباريات وتغريمه 100,000 جنيه. ليه هذا القرار طلع دلوقتي بعد 6 شهور من الجواب اللي كان مرسل من الاتحاد المصري لكره القدم مزيل باسم الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي الى النادي الاهلي، وكان بيقر في هذا الجواب ان الشيبي
اخطأ باللجوء الى المحاكم المدنية. طب انتوا ليه ما عاقبتهوش ساعتها طالما انتوا كنتوا متأكدين ان هو اخطأ؟ ليه قعدتوا 6 شهور عشان تطلعوا قرار بوقف الشيبي؟ طب ده موقف الاهلي، موقف بيراميدز. بيراميدز ارسل الاتحاد المصري لكرة القدم قال له انا عايز بقى القرار بتاع لجنة الانضباط، لان طبعا المعلن لينا كلنا ولكنه لم يتم اعلانه بشكل رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن احنا كلنا عارفينه، ان لجنة الانضباط قالت انه وفقا لقانون الرياضة المادة 84 يحق للشيبي انه يروح للمحاكم المدنية، ولكن لم يتم اصدار او اعلان هذا القرار بشكل رسمي للعلن. فبيراميدز قال لهم انا عايز بقى قرار لجنة الانضباط، لو ما بعتوش قرار لجنة الانضباط انا هرجع وهصعد للفيفا، هصعد للمحكمة الرياضية، وانتوا كده بتظلموا اللاعب بتاعنا اللي بيحاول ياخد حقه. ده موقف او ده قرار قانون، الحكم القانوني بتاع حكم جون حمية نصر، موقف الاهلي، قرار اتحاد الكورة قبليه، وموقف بيراميدز. طيب التعقيب بقى يقول لك ايه؟ يقول لك ان اللي احنا بنشوفه ده هو لقطة ومشهد كاشف للحالة العبثية على مسمسم المسرحية اللي احنا بنعيشها فيما يخص اللوائح وتطبيقها ومدى تطبيق العدالة في اللوائح الرياضية من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. هل يعقل يا مؤمن؟ كان في زمان في رمضان كده برنامج كوميدي اسمه اديني عقلك. هل يعقل يا مؤمن انه اللي يسب الدين ويضرب بالقلم على مرأة ومسمع من الجميع ياخد عقوبة ايقاف ماتشين و20,000 جنيه، واللي يخالف اللوائح ياخد 6 ماتشات بعقوبة وتغريمه 100,000 جنيه؟ فممكن حد بيتفرج عليا وغالبا هيكون من جماهير وانصار النادي الاهلي يقول لي ايه؟ يعني انت مع ان الشيبي يروح يحبس حسين الشحات ومع ان اللعيب اللي يغلط يتحبس؟ بالقطع لا، وبالطبع لا. فيشوفني واحد تاني من انصار بيراميدز يقول لي يعني انت موافق ان الشيبي يضرب بالقلم ويتشتم؟ اقول له برده بالطبع لا. اقول لك طب انت حيرتني، طب انت عايز ايه؟ انا عايز ان يبقى في قواعد ولوائح رادعه. يعني العقوبه الاصل فيها ايه في اي حاجه في الدنيا؟ التقويم وليس الذبح. وبالتالي لا يعقل ان لعيب اخطأ داخل منافسات رياضيه نوديه محاكم مدنيه ونبحه ونقصف وننهي مستقبله، ايا كان اللعيب ده اسمه ايه او مين او بينتمي لاني نادي. مفيش حاجه اسمها كده، والا انت كل يوم هتلاقي اي واصغر مشكله واتفه مشكله بتتقدم بلاغ للنيابه وقصص وما مش هنخلص بقى في الحته بتاعت النيابه دي، ومش هنخلص في القضاء. مع كل الاحترام طبعا والتقدير فوق دماغنا من فوق القضاء، القضاء المدني ورجال القضاء، ولكن مش مع الذبح ومش مع اللجوء للقضاء المدني، لكن مع ايه؟ مع ان يبقى في قواعد صارمه حازمه عادله تطبق على الجميع. يعني ما يعقلش ولا ينفع ان لعيب يرتكب خطا بمثل بشاعه الخطا اللي ارتكبه حسين الشحات ياخد ماتشين و20,000 جنيه. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي نفسه اللي هو اللاعب بينتمي له ارسى مبادئ الاهلي في انه عاقبه ب500,000 جنيه. يعني اكتر من 20 ضعف، اكتر من 20 ضعف العقوبه اللي انت موقعها كاتحاد، اكتر من 20 ضعف. فده يوريك قد ايه انت عقوبتك هزيله ولوائحك يعني مهترئه وفيها عوار وفيها عدم عداله، وهي اللي عامله البلبله والاحتقان والشكل اللي احنا فيه. اكيد ما كانش الواحد يتمنى ولا يتبسط ولا يتوقع انه يبقى واقف قدام حضراتكم في برنامج رياضي بيتكلم على حكم جنح ولا في محكمة جنح ولا حكم جنائي في حاجة لها علاقة بالرياضة. فالقصة ببساطة شديدة لو هنلخصها في 3 نقط كده، بوليت بوينتس كده، نمرة 1، المشهد العبثي اللي احنا عايشينه ده ناتج عن عدم وجود لوائح حازمة وحاسمة وعادلة تطبق على الجميع من الكبير للصغير، لكنها لوائح مهترئة عفى عليها الزمن، لا تطبق بشكل عادل، لا تطبق على الجميع بشكل عادل، يتم النظر فيها للألوان ويتم النظر فيها للأحجام بتاعت الأندية واللاعبين. نمرة 2، إن لم يتم تطبيق عقوبة حازمة حاسمة عادلة على حسين الشحات بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام الشيبي، وبالتالي ده اللي خلى الشيبي يحس إنه مش واخد حقه فيلجأ إلى المحاكم المدنية. وده باعتراف كل الناس اللي هم الناس السوية اللي عندهم مرجعية دينية أو أخلاقية أو أعراف أو ولاد بلد شايفين اللي حصل ده ما كانش ينفع وكان لازم يتم عقوبة حسين الشحات بعقوبة أكبر من كده. وزي ما قلت لك النادي الأهلي نفسه أرسل مبادئ بعقوبة حسين الشحات ب500,000 جنيه مش 20,000 جنيه. ده أنت لو كسرت إشارة هتدفع أكتر من كده، مش ثبت الدين وضربت حد بالقلم. الحاجة الثالثة إنه بالتأكيد إحنا مش مع إن أي عقوبة لأي فرد كان يكون الهدف منها ذبحه
وتدمير مستقبله ووأده وتطليع كل السواد اللي في القلوب عشان نقتص من حد. لا، الغرض من اي عقوبه في الدنيا، في اي حاجه في الدنيا، هو التقويم وليس الذبح. وما تقنعنيش ان التقويم بان انا احبس لعيب ولا اقضي على مستقبله ولا بهدله ولا شرد عياله عشان ارتكب خطا. يتم عقوبه هذا الخطا ويتم تطبيق عقوبه مكافئه للخطا الذي ارتكبه، وتكون عقوبه شديده، ولكن بالتاكيد مش الوصول الى المحاكم وساحات القضاء. والا بعد كده هتلاقي اي فسفوسه وهفوه بتحصل في الملاعب هيتم اللجوء الى المحاكم، وهنقعد في دوامه ملهاش نهايه من اللجوء الى المحاكم في احداث رياضيه. ده اللي عندنا في قصه حسين الشحات والشيبي، وبنتمنى ان الموقف ده ما يتحطش فيه تاني، لانه بالتاكيد ما كانش حد يحب ولا يتمنى ولا يتوقع ان احنا نتكلم، واقول تاني، في برنامج رياضي بأحكام قضائية على لعيبة. فيا رب خلال الأيام القادمة ربنا سبحانه وتعالى يأذن بحل من عنده عشان القصة دي تخلص، وربنا يأذن بأن يجيلنا على رأس الاتحاد المصري وداخل الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولين يليقوا بالكراسي اللي هم قاعدين عليها، مسؤولين يطبقوا العدالة، مسؤولين يعيدوا النظر في اللوائح المهترئة التي عفى عليها الزمن، ولا ينظروا إلى ألوان ولا أحجام ولا أسماء ولا أشخاص، ولكن ينظروا إلى العدل فقط لا غير، وكيفية تطبيقه على الكبير قبل الصغير، على التخين قبل الرفيع، لأن ده السبيل الوحيد اللي هيخلي الرياضة والكرة المصرية تحديدا تكون في شكل أفضل، في مستوى أفضل، وده اللي هيخلي كل الجماهير بمختلف انتماءاتها تقفوا ظهركوا وتساعدكوا وتحييكوا لما تطبقوا العدل وتطبقوا الحق. هنطلع لفاصل ونستقبل نجمنا الكبير، نجم نادي الزمالك ونجم مصر، كابتن أحمد حمدي، في أول ظهور تلفزيوني ليه منذ انضمامه نادي الزمالك، وبعد تحقيقه هدف الفوز الغالي اللي ضمن لنادي الزمالك الكونفدرالية الثانية في تاريخه. فابقوا معنا. في التالتة يمين يمشي العمر أحيا أبيض لو رحت فيه كابتن ماجد الشهير باحمد حمدي. يا ابو حميد منور الدنيا كلها. نورك يا ابراهيم، سعيد ان انا موجود معاك النهارده، واتمنى الحلقه تكون كويسه وكل الناس تتبسط من الحلقه ان شاء الله. احنا اللي متشرفين وسعداء بوجودك معانا في اول ظهور تلفزيوني ليك، وطبعا بعد الكونفدراليه. وعايز اعرف رأي قصه كابتن ماجد دي. انا فوجئت النهارده لما نزلنا يا جماعه ان احمد حمدي موجود معانا. طبعا ما شاء الله، يعني ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يحب في خلقه
كم من الناس اللي بعت لأحمد حمدي من أهلوية وزملكاوية، ودي كانت حاجة ملفتة جدا بالنسبة لي، إن هو بيحظى بقدر كبير جدا من الاحترام والتقدير والحب عند كل الناس بمختلف الانتماءات. وبعدين لقيت ناس كتيرة جدا 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 بعت كابتن ماجد كابتن ماجد، فأنا مش فاهم إيه موضوع كابتن ماجد ده أحمد. والله أنا سعيد بكل المشاعر المتبادلة للناس اللي بتداني وكل المسجات اللي وصلت لي وما قدرتش أرد عليها من وقت إصابتي وكده. كان جمهور الزمالك، يعني الناس كلها عارفة قيمة جمهور نادي الزمالك والشغف اللي عندهم للنادي، فكانوا عاملين دخلة قبل المباراة، فأنت ما بتشوفش الدخلة غير من فوق قوي، فأنا وأنا داخل ما كنتش فاهم قوي، أنا فاهم قرأت الكلام بس. وبعد كده بقى بعد الجون وكده، ولما رجعت بقى البيت لقيت حد منزل صورة قال لك الدخلة نفس كابتن ماجد بيحط الكورة وبتاع، فصدفة ان التكنيك بتاع الفينش هو اللي كان في الدخلة بالظبط. فالحمد لله، يعني حاجة تساعدني والله. ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب. طمنا عليك بقى الأول، انت أخبارك ايه دلوقتي وإصابتك أخبارها ايه؟ والله الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل، دكتور أسامة بلغني يعني اللي هي رباط صليبي، وبخلص الورق وإن شاء الله الأسبوع ده هسافر إن شاء الله أجري أعمل العملية في ألمانيا. وأتمنى الناس كلها تدعي لي يعني اللي أنا أرجع أقوى وأحسن من الأول، وهي رحلة هقضيها إن شاء الله وبعزيمة وإرادة أرجع تاني للفريق يعني إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنت حسيت في الملعب بيها يا أحمد؟ يعني اول ما يعني وقفت حسيت ان هي صليب؟ انا سمعت صوت يعني كان اول مره اسمعه في حياتي، ومن خلال اللي انا عارف ناس كتيره حصل لها الكلام ده، فكنت متاكد يعني اللي هي اصابه قويه يعني. اتمنى ان شاء الله ما فيش اي لعيب تحصل له يعني، لان هو بيبقى احساس صعب جدا يعني. هي ايه اللي حصل بالظبط يا احمد؟ رجليك علقت في الارض ولا اتلوت ولا انا بحاول اجري للكوره، فالكوره عملت بان في الارض وطلعت فوق، فعايز الحقها برجلي الشمال ورجلي اليمين على الارض، فسمعت بقى صوت يعني صوت اللي هي طرقعه وكده، فوقعت بقى ما قدرتش اكمل يعني. ترجع بألف مليون سلامه. عايز اقف معاك عند نقطة مهمة وهي الاحتفال. انت كنت محضر للاحتفال ده؟ كنت حاسس انك هتجيب جول؟ مش قصة محضر، قصة ان انا متابع القضية من اول يوم، هي قضية كل واحد عنده دم وعنده نخوة، مش قضية فلسطين بس، قضية العالم كله، كل اي حد عنده انسانية او عنده مروءة اللي هو يدافع عن الناس دي. فاحنا دايما انا دايما يعني وانا هناك نزلت مظاهرات وانا في كندا تضامنا معاهم، وهنفضل دايما في ظهرهم لاخر نفس. سمعت خبر كده اللي هو مش هيبقى موجود اي صوره او اي حاجه تدعمهم، فقررت في الوقت ده اللي انا لو ان شاء الله ربنا كرمني وجبت جون اوصل لهم دعم، رساله دعم. مش هتبقى يعني مش هتبقى احسن حاجه اللي انا اعمل لهم ده. فالحمد لله اللي هي جت بالطريقه دي يعني. احساسك ايه لما نزلت لقيت الاستاد متقفل بجمهور الزمالك، وانت من ساعه لما جيت الزمالك في رابط كده يعني، عارف انت من حب رب وحب في خلق يعني، جمهور الزمالك حبك ومستقبلك حلو وفي لينك بينك وما بينهم يعني؟ والله نعم اشكر ربنا عليها يعني. دايما اكرر تاني، جمهور الزمالك ده جمهور وافي جدا، جمهور عظيم جدا. انا بشوف الحماس والشغف اللي في عينيهم في اي ماتش وفي اي انكسار للفرقه مهمه، سافروا معانا في غانا، سافروا معانا في المغرب، تحسهم هو الدرع الاول للفريق اللي بيحميه. وده واصل للعيبه بجد في الفتره دي، اللي هو احنا بنلعب عشان نسعد الناس دي. وانا داخل الاستاد انا مش دايما بقول لك في متفرجين ومتشجعين، لا انا حسيت ان 70,000 جايين النهارده يشجعوا. يمكن الحماس اللي كان موجود في اول الماتش ده بتاثيرهم، اكيد كان في تعليمات من المدير الفني واللعيبه، بس فعلا كانت دفعه قويه جدا منهم يعني.
الماتش نفسه هرجع معاك ورا شويه للماتش بتاع الذهاب. اول ربع ساعه ايه اللي حصل؟ يعني اول ربع ساعه احنا كنا كلنا بنتفرج، لا دي مش لعيبه الزمالك، في حاجه مش مظبوطه. في مباراه الذهاب فعلا بدانا مش احسن حاجه، يمكن كان فرقه نهضة البركان فرقه كويسه وعندهم نقط قوه كبيره جدا زي الكور الثابته، فاحنا اديناهم هدايا زي كورنر زي فاول، فقدروا يدخلوا الجيم قبل ما احنا ندخل 2-0 في نهائي كارلي، فهتقول الفرقه استسلمت، بس ده يرجع يعني من اللحظات اللي تحس فيها بشخصيه اللعيبه اللي كانت موجوده، اللي انت ترجع من 2-0 في الملعب ده وترجع طبعًا تجيب جون طبعًا وترجع للبطوله تاني، ده انا شايفه يحسب للجهاز ويحسب للعيبه يعني. قلتوا ايه بعد بقى في بين الشوطين في الاوضه؟ اكيد الناس كلها اتكلمت ان احنا البطوله لسه موجوده في الملعب، قدامنا 45 دقيقه وقدامنا 90 دقيقه تانيين في مصر، اكيد المدير الفني يتكلم في حاجات معينه، وده اول حاجه. تاني حاجه بيننا وبين بعضنا يعني اتكلمنا مش هينفع نرمي الفوطه، احنا لعيبه كبيره وهنحارب على البطوله لاخر نفس، وده اللي حصل في الشوط التاني، كنا احسن واستحوذنا على الكره احسن وربنا كرمنا بهدف الجزيري. توقيت الجزيري كان توقيت الجول بتاعه وتوقيت كان هايل. توقيت هايل، ولو رجعت بعد 20 دقيقه بالظبط او بعد 15 دقيقه احنا اكتر استحواذا على الكوره صح، وما عملوش فرص تانيه، فبان شخصيه اللعيبه اكتر وشخصيه الفرقه في المواقف اللي هي زي الصعبه دي، والمواقف دي هي اللي بترجحك دايما في البطولات اللي هي النوك اوت يعني، اللي هي تفاصيل صغيره خالص هي اللي بترجح كفتك يعني. الماتش بقى بتاع العوده اصعب اللحظات اللي مرت عليك فيه ايه؟ بخلاف طبعا الاصابه يعني. يعني هو اصعب حاجه الاصابه واسعد حاجه الهدف، فالحمد لله يعني. ما قلقتش؟ اصل 1-0 دي نتيجه برضو تقلق وتخوف. والله اكيد فاينل وبتبقى فيه مشاعر اللي انت دايما عايز تنهي، بس انا كنت متاكد لان اللعيبه تعبت من اول البطوله خالص، من قبل ما انا ابقى موجود معاهم ماتش ارض لرستوران، رجعوا تاني ارض سولار. ارض سولار، رجعوا تاني كنا محتاجين 4 اهداف في الشوط التاني وده حصل، فحسيت لا البطوله ان شاء الله بتاعتنا يعني. الكواليس بتاعت بقى ما بعد اللقاء وبعد الفوز بالبطوله، مين اول حد كلمك؟ والله ناس كتيره قوي كلمتني، انا ما كانش معايا الموبايل وكانت رجلي تعبانه جدا، اخواتي كانوا موجودين في الاستاد يعني نزلوا وكده، وكان موجود معايا برضو اصحابي فنزلوا معايا، وناس كتيره بقى كلمتني تطمن عليا وكده، اصحابي واهلي، وما قدرتش ارد على ناس كتيره، بس في ناس جت في مصر البيت كلها طبعا يعني. كانت بتكلمك ساعتها، ناس ده كتيره العريس جت. بقى بتاع اليوم. ويمكن ناس كتيره بقى اصحابي يقولوا البيت وكده وطمنوا عليا بشكرهم طبعا يعني. رأيك ايه في جوميز؟ يعني انت اشتغلت مع مدربين كتير سواء في مصر بره مصر، بتشوف إدارة جوميز للبطولة دي كانت ازاي؟ والله هو يعني مستر جوميز يعني كاريره كبير في الكورة، عنده كمية خبرات كبيرة، بطبعه هادي، فده بيغلب على طبع الفريق أكتر، بيشتغل معانا فرديا وجماعيا بشكل كويس قوي، شايف اللي هو إضافة لنادي الزمالك إن شاء الله يعني. هو جه في ظروف صعبة وقدر يحقق بطولة، وإن شاء الله نحارب على بطولة الدوري إن شاء الله، فأنا شايف لا استفدت منه الفترة دي استفادة كبيرة قوي إن شاء الله. كنت حاسس يا احمد ان انت هتجيب جول في الفاينل؟ او حد قال لك من اللعيبه؟ كان عندي احساس فعلا يعني، يمكن في ماتش البنك جبت جون واتلغى بعديها بفتره، وبعد كده في كوره اتحسبت لي بيلين في سموحه ما اتحسبتش، وانا راجع من اسكندريه محمود اخويا يعني وانا داخل البيت داخل زعلان خسرنا وكده، قال لي ما تزعلش ربنا يعوضك ان شاء الله في الفاينل يعني، ف
وربنا فعلا شالها لك في وربنا شالها لي في الفاينل. يعني الكوره بقى انت كنت يعني انت تكنيكك بالهدف نفسه في الهدف نفسه يعني انت كنت حاسس ان الكوره تيجي كده ومحضر نفسك ان انت القرار بتاعك هتاخدها واحده في الجول؟ فعلا يعني كنت، لان مستر جوميز اتكلم معايا قال لي الجزيري دايما بتحرك وزيزو بيتحرك في العمق لازم تهاجم المساحات اللي وراهم، فهي الكرة اتلعبت كورنر وبدات احضر نفسي. حسام قطعها واللعبه لزيزو، فبدات احضر نفسي لزيزو ممكن تبقى المساحه مش للاوفر، هتبقى المساحه لتحت. بدات اجري لتحت، اول ما جيت لي خدت القرار على طول. يعني الفوز بالكونفدراليه وفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا، ففي سوبر افريقي ما بين الاهلي والزمالك، بتشوف هيبقى مختلف عن نهائي كاس مصر اللي كان موجود فيه الاهلي والزمالك اللي كان في السعوديه؟ والله هي هتبقى بطوله كبيره طبعا، كل فريق عايز يحرز اللقب يعني، بس اتمنى ان هي تكون من نصيبنا. كنت اتمنى ابقى موجود، انا مش عارف لسه الميعاد امتى هتكون موجوده. يعني اكيد اي ماتش الاهلي والزمالك سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في افريقيا بتبقى ديربي زي ما الناس كلها عارفه، يعني اكيد هتبقى بطوله ليها طعم خاص، وان شاء الله تكون من نصيبنا يعني، وحالفنا التوفيق فيها ان شاء الله. كنت متوقع احمد في يوم من الايام انت تلعب في الزمالك؟ يعني انا ليا اصحاب كتير زملكاويه من وانا صغير يعني، من زمان وهم بيتكلموا معايا بيقولوا احنا نفسنا تبقى موجود، نفسنا تبقى موجود. والناس دي كانت بتسعى فعلا ان انا ابقى موجود لما رجعت. لا لعيبه يعني؟ لا لا لا، اصحابي صحابك بعيد عن الكوره يعني. فيعني اتحقق الحمد لله يعني. طب يعني التجربه بتاعت الزمالك بدت ازاي؟ يعني مين اللي كلمك والمفاوضات كواليسها وازاي بدت ومين اللي اتكلم معاك ومين اللي سهل ان انت تكون موجود في الزمالك؟ والله بدأت، كان عقدي انتهى مع مونتريال في كندا ورجعت اجازه. مجلس اداره بدأ يتكلم معايا، كابتن حسين لبيب، كابتن حسين السيد، بدأ التفاوض من بعد ما رجعت. ومن اول يوم انا كنت حابب ان انا ابقى موجود مع الناس دي. مجلس اداره كله سواء رامي ساعة برضو ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك. رامي نصوحي. رامي نصوحي. وانا كان عندي الرغبه من يوم ما رجعت مصر ان انا البس تيشيرت نادي الزمالك. يمكن كنت بتكلم مع اهلي ان انا في مصر ما حققتش حاجات كبيره، فالحاجات دي احققها من خلال نادي كبير زي نادي الزمالك. وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يعني واكتب تاريخ مع نادي الزمالك، يكونوا سعداء اللي انا موجود في نادي الزمالك يعني. انطباعك كان ايه لما كابتن حسين لبيب كلمك؟ والله كنت فرحان جدا يعني. يمكن اللي خدني هحكي موقف يعني، اللي خدني اقعد مع كابتن حسين السيد وكابتن حسين لبيب هو دونجا. لازم اذكره طبعا. نبيل دونجا. نبيل امام. لان هو من يوم ما رجعت وقال لي ان شاء الله انت هتبقى موجود معانا وهتبقى اضافه لينا. خدني والله بالتجمع، وكان الاجتماع في اكتوبر، وجي معايا فضل معايا لغايه الساعه 3 و4 4 الفجر يعني. فاول انطباع للناس دي ناس محترمه وفعلا عندهم بلان اللي هم يحققوه في فرقه الكوره، وبيبذلوا اكبر مجهود لينا وبيعملوا اقصى حاجه لينا اللي احنا نبقى مستريحين يعني. زائد كمان اللي كان فيه لعيبه كتيره يعني موجوده في نادي الزمالك ساعه اللي هي تبقى اللي انا ابقى موجود يعني. زيزو كان دايما على اتصال باخويا، فتوح صاحبي من واحنا صغيرين يعني كلمني اول ما رجعت. فمعظم الناس كانت بتتمنى ان انا ابقى موجود، وكل العوائق اللي كانت موجوده حلوها لي، وانا كنت عندي الرغبه مليار في الميه ان انا ابقى موجود يعني. اشمعنى رقم 5؟ والله انا قلت انا نادي جاي نادي الملكي الزمالك، وانا من وانا صغير كنت احب زيدان قوي، زين الدين زيدان. قلت خلاص ابيض وفي مدريد فخمسة خمسة. انت اصلا بتشجع مدريد؟ لا انا بشجع برشلونه بس انا كنت احب زيدان جدا يعني. مين ما يحبش زيزو ده؟ البرنس ده. حاسس يمكن زي الفاينل برضه جابوا في ليفركوزن. بس هو مش ماله. بس هو مش ماله. ف
فالحمد لله يعني. وشها كان حلو. وشها كان حلو يعني. شفت ازاي استقبال الجمهور ليك او التحيه والسلامات اللي بعتها جمهور الزمالك ليك في ماتش الاتحاد؟ والله يعني جسمي اشعر جدا يعني من اول ما شفت كده، بس ده اللي بقى طبيعي من الناس الوفيه دي بصراحه يعني. الناس دي بتحب نادي الزمالك الى اقصى مدى. اتمنى ان انا ارجع في اقرب فرصه واساعدهم ان شاء الله يعني. رجوعا لقصه الاداره تاني يا احمد، انت بتحس ان يعني بره دايما الماستر بريزيدنت يعني في الانديه الاوروبيه، بتحس ان فكره انت تتعامل مع رئيس نادي راقي متفهم ويل اديوكيتد دي بتفرق في معاك انت كلاعب؟ بتحس ان انت رايح على مشروع يخليك مطمن للمكان اللي انت رايحه؟ اكيد طبعا. وهل ده حسيته مع كابتن حسين لبيب؟ اكيد طبعا، من اول يوم ده انا حسيته مع كابتن حسين. ده اللي خلاني لو متأكد 100% لا خلاص انا لازم اي عائق قدام الطريق ده لازم انا اللي اشيله. بصراحة الناس دي بروفيشنال جدا والناس دي محترمة جدا، وده بيعمل لك هدوء واستقرار للفريق، فده انت بتبقى مطمن ان في حد سبورت ليك مهما يحصل، هو سبورت الفرقة وعايز نجاحك. فده كان حاجة سعداني يعني. انت هادي يا احمد كده على طول؟ مع ان البروفايل بتاعك على انستجرام مش كده خالص يعني. لا لا مليان والله شقاوة. لا لا انا هادي، لا مش طبيعي يعني، مفيش طبع قلت لك خلاص انت العصبية. برج الدال وزي اسيا فاوسي دي في حتة تانية، فخلاص انت بقيت معاها خلاص مفيش مشكلة. ربنا يخليها لك ربنا وتفرح يحفظك بيها ان شاء الله. ويسعدك يا رب. لا انا هادي يعني، في حياتي هادي يعني، حتى ما بنفعلش كتير، ما بتعصبش كتير، ببعد عن دايما عن المشاكل يعني. عايز اقول لك يعني ما شاء الله يا جماعه، احمد من ساعه بس لما اعلنا الصبح ان احمد حمدي موجود معانا وهو بسم الله ما شاء الله يعني مكسر الدنيا. احمد حمدي ترند رقم واحد على تويتر مصر، والهدف ترند رقم اتنين، فربنا يحب فيه خلق احمد يعني. الناس كلها مبسوطه وفرحانه ان انت موجود معانا النهارده. والله وانا سعيد اللي انا موجود معاك يا ابراهيم، والحمد لله يعني في كاريري كله ما غلطتش في حد وما عملتش مشكله مع حد، فالحمد لله على النعمه دي، اتمنى ان انا احافظ عليها طول حياتي اللهم يعني. امين يا رب. لما فكرت ترجع مصر في انديه تانية كلمتك؟ يعني احنا سمعنا ان كان في حد تواصل معاك ان انت ترجع الاهلي، ناس تواصلت معاك ان انت ترجع بيراميدز، حصل ده فعلا؟ بص انا موجود دلوقتي في نادي الزمالك، سعيد في نادي الزمالك. مش عايز اخد كريدت اللي انا الناس دي كلمتني والناس دي كلمتني والناس دي كلمتني، انا اخترت قرار والقرار ده انا مبسوط بيه جدا وسعيد بيه جدا، مركز 100% اللي انا ادي لنادي الزمالك، غير كده مش مركز في اي ايه يا حاجة عم تانية. الشياكة والجمال ده؟ والله العظيم يعني السؤال بتاعي سؤال معلب وتقليدي لازم اسأله، لانه اي لعيب بيجي من بره فراح لنادي كبير، فلو راح الاهلي هتقول له الزمالك كلمك او البيراميدز كلمك، لكن اللي مش تقليدي اجابتك يعني في اليومين اللي احنا عايشينهم بالسوشيال ميديا بالاجواء بتاعتنا، فلو اي لعيب او كتير يعني الا من رحم ربي كتير من اللعيبه لو لقى فرصه يعني 2 سم كده جنب عتبه الباب ياخد بيهم كريدت بان هو يفهم الناس ان هو ضحى بالدنيا كلها عشان خاطر النادي اللي راح له هيستغلها، قليل قوي 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 ونادر لما اشوف حد زيك كده يا احمد بصراحه. والله يا ابراهيم يعني انت في مرايه بتبص لنفسك وفي ربنا بيحاسبك على كل كلمه بتقولها، فلا انا سعيد موجود في نادي الزمالك، نادي الاهلي نادي كبير، نادي بيراميدز نادي كبير، كل انديه مصر انديه كبيره ومحترمه بكل مجالس ادارتها، بس انا بقول لك اختياري الاول والاخير كان نادي الزمالك يعني. ربنا يعني يثبتك يا احمد ويكرمك وتفضل بالعقليه والشخصيه المحترمه الجميله دي. طب ما قلقتش من فكره ان احمد حمدي جاي ومعاه عبد الله السعيد ومعاه ناصر ماهر والثلاثه المفروض يعني بالنسبه لنا بيلعبوا في نفس المكان؟ وهل انت كنت عارف ان هم جايين وانت بتمضي ولا ما كنتش عارف؟ احنا لعبنا احنا الثلاثه مع بعض في الملعب، ويمكن من يعني لعبنا ماتشات كتيره، فهي بترجع بس لنوعيه المدرب معاك. يمكن مستر جوميز من
من المدربين اللي بيعرفوا يستغلوا السكواد كله كامل، ايوه فبيبدأ يوظفهم اللي هو كل الناس تبقى موجودة في الملعب تفيده. فلا مش كنتش قلقان خالص يعني، بالعكس ده انا ناصر كان وانا دايما في التفاوض، انا رحت قبله كنت بقول له لازم ان احنا نروح مع بعض، بجد والله. كنا بنقعد مع بعض دايما. انت اصلا انت وناصر يعني بتعرفوا بعض من قبل كده؟ احنا قاعدين مع بعض من واحنا عندنا 10 12 سنة في ياه. الناشئين. ناصر جيل واحد يعني. جيل واحد، هو 97 وانا 98. يمكن ناصر، فانا لعبت معاه كمية ماتشات لا لا حصر حصل لها. لها. كابتن عبد الله كان موجود في في النادي، الاهلي من اكتر الناس كانت مؤمنة بيا لعبت وبتكلم معاه في معايا، الاهلي. لعبت معاه في الاهلي، فكنت احس لا اللي احنا هنبقى اضافة لنادي الزمالك، وده هترجم في الملعب يعني. فلا خالص يعني. طب بذكر عبد الله السعيد، بتشوف ايه المميز في عبد الله السعيد؟ يعني انت لعبت جنبه في الاهلي وبتلعب دلوقتي جنبه في الزمالك، وبشوف دايما ان اللعيب بيبقى هو اقدر حد واصدق حد يعني يتكلم عن لعيب زميله في الملعب، لان هو بيشوف حاجات ممكن الناس ما تشوفهاش. عبد الله يعني لا خلاف عليه فنيا، ما اقدرش اتكلم على النقطه دي. عبد الله من اذكى اللعيبه اللي موجوده في مصر، يمكن العقليه بتاعته عقليه قويه جدا، بيبقى بيمر فيها وبيرجع تاني ومركز دايما في الملعب، دايما بتحسه عايز يواكب الكوره اللي موجوده، بيلعب من زمان قوي، طريقه لعبه بتتغير سنه عن سنه، بيبدا يلاقي حلول، محافظ على نفسه، بيتمرن كويس جدا. فما شاء الله يعني لعيب هايل هايل هايل، من هو موجود في الأهلي ومن هو موجود في بيراميدز ودلوقتي في الزمالك. فلا عبد الله لعيب كبير يعني. طب هنتخلى عن الرصانة والهدوء في إجابة واحدة بس، عشان ده في فضول عايز أعرفه. هل أنت فعلا اتعرض عليك بيراميدز فترة من الفترات وما رضيتش تروح عشان عبد الله كان موجود في نفس المكان اللي أنت بتحب تلعب فيه؟ ما قلتلك والله، هو بس وانا مش دلوقتي، أنا مش بتكلم في الفترة الحالية، لا أنا بتكلم قبل كده فترة سابقة يعني، مش في الانتقال اللي هو بتاع الزمالك ده، لا قبل كده. لا، هو يعني انا حكيت الموقف ده قبل كده يعني، لو عايزني احكيه تاني احكيه. وانا لما انا كنت موجود في الاهلي، كان هم عايزين يعملوا صفقه تبادليه مع حد ويجيبوا حد وكده، فانا اللي رفضت. بس ما كانش ليه علاقه بوجود عبد الله، كان ليه علاقه بوجود عبد الله ان انت ما كانش هيبقى ليك فرصه تلعب. لا، كان لها علاقه ان انا كنت عايز اخرج من عايز احترف، فكان سهل الاحتراف ان انا اروح للجونه و بعد كده هلعب موسم، فأبدأ سعر يعلى فيبدأ الأندية تبص عليا فاحترف يعني، كنت شايفها أسهل كده. المركز الأحسن بالنسبة لك إيه يا أحمد؟ يعني تلعب كارتكاز تاني مثلا في نص ملعب اللي هو اصطلاحا بنتكلم عليه 8 ولا 10 ولا إيه؟ والله أنا صانع ألعاب يعني. على حسب الواجبات اللي هتداني في كل مركز يعني، ممكن ألعب 6 و2 8 في دبل ايت يعني ابقى موجود فيهم. ممكن العب 10 تحت المهاجم بحرية اكبر، يبقى معاك 2 لعيبة رقم 6، بس على حسب توظيف المدرب ليك وعلى حسب الفرقة اللي موجودة معاك يعني. انا دايما ببقى احب الفرقة اللي انا موجود فيها يبقى الاستحواذ دايما معانا، واحنا نبقى الفرقة الاخطر واللي تصنع فرص اكتر. مبحبش اللي هي الفرق اللي هي اندر دوج بتستنى ونعمل باص قدام تركن ال التوقف، تركن الاتوبيس. فلا انا بحب اللعب، وده يعني ده ستايل نادي الزمالك من سنين فاتت صحيح يعني. صحيح. فاتمنى يعني انا بحب العب 6، بحب العب 8 و10 يعني. 10. قلت لي انت لعبت انت وناصر، هل في كيمياء ما بينكم؟ يعني انتوا الاثنين كنتوا تلعبوا ايه بقى يعني في 6 ودبل 8 انتوا الاثنين 8؟ بالظبط. يعني كنت بلعب 6 لعيب رقم 6 واتنين، واحنا الاتنين قدام لعيب بستعين رقم ده ستة. يعني النفس بيتقطع وراكوا لا يعني، انتوا والله اكيد ما بتدافعوش. ف هي مشكلة، المشكلة ان الناس هنا خلاص خدت فكرة عن اللعيب كورة كويس، فخلاص بقى من زمان، فهو احنا هنريحه في الملعب فهو ما بيدافعش. ايوه بس هو اللعيب ده مش كده، ما انا ممكن اقفل زوايا باص، ممكن لما الكرة تقطع مني اضغط قدام فانا سهل على المدافع، ممكن اتحرك في اماكن الكادر مش مبينها. بس هو الناس خدت فكرة الانطباع ده عن اللعيبه الحريفه زمان، فلا اللعيبه دي معاها كوره بس وهي ما بتدافعش. لا،
هو كله دلوقتي في الكرة الحديثة لازم يدافع، وكله لازم يهاجم زي ما انت بتطالب للمدافع اللي هو يطلع عشان يضايق المساحة، بتطلب ايوه. من المهاجم اللي هو ينزل عشان يساعده. فلا يعني الفكرة دي غلط يا جماعة، الفكرة دي غلط يا جماعة مش ما والله. تصدقوش الكلام ده. لا لا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده الكبير كابتن احمد حمدي، وبنفكركم الهاشتاج احمد حمدي في الهدف. كل اسئلتكم وكل تعليقاتكم واي حاجة عايزين تعرفوها من كابتن احمد حمدي بعتوها لنا وهنجاوب عليها. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. واحد من اهم المواهب اللي جت في تاريخ مصر وتاريخ افريقيا، الحبه السمراء شيكا سحريكا. يا شيكا مساء الورد. يا هيثم يا حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ انت النهارده جايب كابتن ماجد ده؟ كابتن ماجد، ما انا بقول له ايه حكايه كابتن ماجد دي. عامل ايه يا سحريكا؟ كله تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله، بخير الحمد لله. انت اخبارك يا ابراهيم؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. يا حبيبي احمد حمدي بقى، قول لنا عدى ازاي لنادي الزمالك؟ لا احمد حمدي، بص يعني قبل ما اتكلم عليه في الكوره ابراهيم، انت بتتكلم عليه بره الكوره، الراجل ده مخلص لشغله بطريقه مش ممكن، محافظ على نفسه، لو تشوفه بيتمرن ازاي بياكل ازاي، فربنا كافئه في الاخر اللي دخلت جمهور الزمالك تبقى هو الجون اللي هو يجيبه، فده كرم ربنا عليه، عشان صح. هو الراجل ده ونعم بالله. بيتعب وهو يستاهل اللي هو اللي يجيب الجون في الماتش الفاينل. احمد حمدي يا شيكا حسيته شبه يعني شبه الزمالك، عنده الجينات بتاعت الزمالك في لعبه. ده مولود عندنا حبيبي يا ساحر. ما اخدش وقت عشان يدخل في الفرقه ويدخل في وسطكم. دخل بسرعه، هو شخصيه جميله زي ما بقول لك ابراهيم، بعيد عن الكوره والله. شخصيه تتحب، وهو فعلا من اول ما جه احنا حسينا اللي احنا نعرفه من زمان، دخل في الفرقه بسرعه والناس كلها بتحبه، الجهاز الفني، الاداريين، اللعيبه، كل الناس كلها بتحبه، والناس كلها كانت عايزه تساعده عشان هو فعلا يستاهل اللي احنا كلنا نساعده. انت اللي شخصيا ما فيش اطيب ولا اجمل ولا اجدع منها يا شيكا. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، ويعني احنا كان نفسي الاصابه دي ما تجيش لحمدي في الوقت ده. كان نفسي اشوفه بتشيرت منتخب مصر، بس ده سنة الحياة حمدي، وده اختبار من ربنا، وان شاء الله تقوم من الاصابة دي تبقى احسن عاد في الدنيا ان شاء الله، ترجع احسن من الاول ان شاء الله يا رب. شيكا، وجود احمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر اضاف ازاي لخط وسط الزمالك؟ لا بص الاسماء اللي انت قلتها عامله ازاي، يا نهار ابيض. بنقولهم كده عادي جنب بعض. عادي اصل دول لو نصبوا السيرك خلاص فرقوا فرقوا طبعا طبعا، لما الكره بتمشي معاهم يا ابراهيم خلاص الكره بيبقى شكلها حلو في رجليهم يعني. ايوه، وده بيأثر على الفرقه كلها، يخلي الفرقه كلها الكره شكلها اسهل يعني. اثرت معانا لما عبد الله وناصر ما كانوش معانا في افريقيا، صحيح، لان الكره بتختلف. كانت ده بيسبب مشكله لينا وللجهاز الفني، اللي انت بتلعب في الدوري بطريقه وفي افريقيا بتلعب بطريقه ثانيه. صح، عندك حق. ده كان بيأثر على الفرقة، لأن الناس اللي يعني عبد الله وناصر لعيبة كبيرة جدا، وفعلا بيأثروا في أي حتة بيلعبوا فيها. طمنا عليك يا شيكا بقى وإصابتك، وإن شاء الله نشوفك بتمتع الملايين تاني إمتى في الملعب. أنا خلاص ابراهيم والله لسه عامل أشعة إمبارح تاني. خلاص فاضل أسبوعين إن شاء الله وأبقى موجود إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب على ألف خير. إن شاء الله. بتشوف بعد الكونفدرالية الزمالك لسه عنده أمل في الدوري ولا الدنيا بعدت؟ طبعا ما فيش حاجه اسمها بعد تمرين في الكوره، لان احنا شفنا قبل كده كنا ورا الاول بتسعه بونت وعشره بونت ورجعنا وخدنا الدوري. فطالما في حاجه قدامك، طب وليه ما تكافحش انك توصل او تعمل اللي عليك، وفي الاخر دي بتاعت ربنا، بس اهم حاجه انت تعمل اللي عليك وتتعب، في الاخر ربنا لو شاف ان انت تعبت واجتهدت اكيد هيوصلك للي انت عايزه. صحيح، ونعم بالله. المظاهرة اللي انت شايفها بقالك وبين شيكا من جمهور الزمالك. جمهور الزمالك زي ما انا بقول يا عظيم والله، يعني لو فضلت اتكلم عليهم من هنا ل 100 سنة قدام مش هديهم حقهم. هم حاسين يا ابراهيم اللي انا بادئ معاهم المشوار ده. صحيح، ونعم بالله. احنا 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 بادئين المشوار ده سوا مع بعض من وانا عيل صغير لحد ما كبرت، فالناس لما بتلاقي حد شبههم
بيشجع زمالك شبههم وشبههم في كل حاجه، فاكيد الناس بتحبه عشان هم حاسين فعلا قد ايه اللي انا بحبهم، فالحب متبادل اظن. صحيح، النهارده شفنا شيكا العقوبه بتاعت او القرار حكم المحكمه الخاص بحسين الشحات، وانت دايما سباق يعني من زمان في مواقف كبيره وكتيره انت عملتها، اي موقف او اي يعني موقف بيحتاج رجوله وجدعنه، والعرق الاسواني بقى بتاع صعيد مصر بتاع الرجوله والجدعنه بتبقى انت بتبقى انت اول الناس، وده اتكرر بدون ذكر يعني مواقف كتير. يعني ايه اللي ممكن تعمله النهارده شيكا بعد حكم المحكمه ده؟ بص يا ابراهيم، زي ما انا قلت، احنا كلنا في الاول وفي الاخر لعيبه الكره، مصري غير مصري، يعني في الاول والاخر كلنا اخوات. لا، بنلعب لعبه عشان نبسط الناس. فيا ريت يا ريت لو الناس زي ما انا قلت من يومين، لازم الموضوع يتحل بشكل اللي الناس كلها تبقى مرضيه يا ابراهيم، ما يبقاش ليها رواسب يعني. ايوه، يعني حد تواصل معاك يعني شيبي او شحات تواصل معاك او حاجه، لقيت بوادر او لقيت استجابه؟ لا، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، هم اكيد كانوا مستنيين يعني القرار ايه اللي هيحصل. فيا ريت اليومين دول الناس تقعد والمنتخب يخلص وشيبي يرجع لما يرجع القاهره، فنقعد ونتكلم ونحاول نحل يا ابراهيم، لان الموضوع لازم زي ما بقول لك، احنا بنلعب لعبه عشان نبسط الناس. ايوه، مش عايزين حد يبقى متضايق مننا، ابيض احمر اخضر، ما حدش يتضايق من حد. يعني خلاص نقعد ونتكلم ونحل. والله يا شيكا، واحنا معاك، واحنا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، قطاع الرياضه في الشركه المتحده، وجودك رمز واسطوره الزمالك مع حسين الشحات مع الشيبي، نحل موقف زي ده احنا في ظهركم ومعاكم، وخطوه وحركه وموقف مش غريب عنك يا شيكا. زي ما انا كنت بتكلم، انت دايما في الرجوله وفي الجدعنه بتبقى متقدم الصفوف يعني. يا ريت يا ابراهيم، والله انا بشكرك على الكلام ده، ويا ريت لو اي حد، حتى لو مش شيكا، لو اي حد حابب ان هو يقدر يساعد يخش يساعد. يعني ما نقعدش نحاول الناس، احنا عايزين نهدي الناس ونرجع الدنيا تبقى كويسه مع كل الانديه. في ناس ما بتحبش كده، فبقول لهم من عندك يا ابراهيم، خلاص يعني لصالح الكره المصريه عشان ما يحصلش المشكله دي تاني مع اي حد، بيراميدز، زمالك، اهلي، ايا كان ايه المشكله فين. فلا، الناس تحاول تحل ما تبوظش. صحيح. طب بمناسبه ان احنا نحل ما نبوظش شيكا، احنا شفنا مع تجمع المنتخب صور وفيديوهات في منتهى الجمال بين لعيبة المنتخب، أهلوية وزملكاوية وكل الأندية، بتشوف إن السوشيال ميديا ساعات بتاخد العلاقات دي في حتة هي أصلاً طبعاً مش موجودة في الواقع؟ طبعاً في الواقع مش موجودة بجد والله. مش موجودة. أو اللي أنت بتطلع في حتة فممكن واحد يطلع يغلط. أيوه. يطلع، المفروض الإعلامي يوقفه، حتى لما يشوف شيكا بيغلط وقفه. أيوه. قول له لا، ما ينفعش تقول كده. بس احنا الفتره اللي فاتت دي احنا الحته دي مش موجوده يا ابراهيم، فيا ريت من النهارده الناس لما تشوف حد طالع معاهم بيغلط توقفه. تقول له لا، خلاص احنا رايحين في حته كويسه، فبلاش نرجع 10 خطوات ورا. لكن العلاقات بينكم كلاعيبه في المنتخب دايما يا شيكا بتبقى علاقات حلوه واخوات طبعاً واصحاب. طبعا يا ابراهيم، احنا كلنا في الاول والاخر اخوات. لما بتشوف بعض في افراح بعض، بنروح افراح بعض، في اي حته بنقابل بعض، كل احترام وادب، اسر تعرف بعضها، بنخش بيوت بعض، فالموضوع اسهل من الناس المصورات. صحيح. وانت كان ليك كذا موقف مع الشناوي بصراحه في ماتشات القمه، حاجه في منتهى الرقي والاحترام والاخلاق، وحتى من قبل كده مع الاجيال القديمه في الاهلي يعني. لا، فضل يعني الشناوي يعني الحمد لله هو رجع من اصابته على خير، وده هيفرق مع منتخب مصر جدا. فالشناوي اخويا يعني، ربنا يديم المحبة ما بينكم جميعا. وأخيرا شيكا، تقول بقى للعيبة إيه؟ أنت طبعا واحد من أحلى وأجمل فتراتك في الكورة مع كابتن حسام حسن، نصيحتك إيه للعيبة اللي عايشة وبتتدرب مع كابتن حسام، وتوقعاتك إيه للتجربة دي؟ يا رب التجربة تنجح. وإن كابتن حسام من الناس اللي بتحب الكورة جدا، بيحب اللعيب اللي بيدي 100%، ما عندوش أي حاجة غير التمرين. الناس اللي بتمرن كويس هيلعب. كان نفسي عمر جابر ودونجا يبقوا موجودين، زي ما قلت من يومين. الناس كانت لازم تبقى موجوده، وحمدي طبعا لو كان سليم كان لازم يبقى موجود، بس الظروف حصلت كده. فيا رب الفتره اللي جايه دي الناس اللي كابتن حسام خدهم يبقوا قد المسؤوليه، وان شاء الله نكسب الماتشين، والماتشات اللي جايه دي ان شاء الله يعني الناس فعلا يبقوا
منتخب مصر يرجع تاني يخوف افريقيا تاني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسيب حمدي بقى يوجه لك هو رساله. وقول لي حمدي بيفكرك بمين من اللعيبه اللي انت لعبت معاهم؟ حسام غالي. بجد والله؟ اه والله. آه نفس الستايل ونفس الشكل والطريقه بالظبط وجريته. ساحر. عالمي. اشكرك يا ساحر على كل الكلام ده، والله انت فعلا اسطوره ورمز مش لنادي الزمالك بس، للكره المصريه كلها، وانت خير قائد لنادي الزمالك، واتمنى لك اللي انت ترجع الملاعب وتمتعنا تاني. انا بتعلم منك والله، وبشكرك على كل الكلام ده يا حبيب قلبي. انت تستاهل والله يا حمدي، وترجع على خير يا حبيبي ان شاء الله. ان شاء الله حمدي. بعد كده مفيش حمدي بقى، كابتن ماجد. اه كابتن ماجد خلاص، ده احنا هنعتمد كابتن ماجد ده شيك. اه خلاص. طب انت كابتن ماجد تسمي شيكا ايه بقى؟ شيكا اسطوره ورمز لنادي الزمالك، ومش نادي الزمالك بس، الكره المصريه، واحد مرتبط بالكوره هيحب اللي هو يتفرج على شيكابالا. انا كنت بتفرج عليه بتمتع، من كنت بروح الاستاد اتفرج عليه، دي حقيقه يعني، مش حاجه بنكرها يعني، وبتمتع معاه كل يوم في التمرين. الراجل ده موهبه انا ما شفتش زيها في الكوره، وكشخصيه وكقائد انا ما شفتش زيه بجد بامانه. واتمنى له التوفيق ان شاء الله ويرجع سليم، وان شاء الله مزيد من البطولات مع نادي الزمالك ان شاء الله، ويفرح بادم و ان شاء الله. ان شاء الله. احمد خلصت عليا. لا 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 احسن. لا مش عارف ارجع البيت. وبعدين في حاجه يا ابراهيم، ايه عندنا الفيزيو بتاعنا اسمه محمد. اه انا بشتغل معاه. بس هو كان شغال مع حمدي في الجونه. اه من ساعه ما هو من ساعه ما حمدي جه ففي قصه كده مش حلوه، فحمدي ياخد باله بقى. خلص معاه، خلص عليا يا شيكا. الله الله الله. خلص عليا عادي في البيت. ده في رواسب بقى. ادم شيكابالا هيبقى السليل ان شاء الله، والامتداد باذن الله وبعون الله في الزمالك يا رب. طبعا طبعا. ما هيروح فين؟ لا انت حاسس انه عنده يا شيكا؟ لا عنده. وبقول لك ايه، يلعب بشماله يبقى عنده خلاص. وبعدين بقول لك ايه، ده جمهور الزمالك هيشيله في حمام عينيه، ده بص هيحطه على راسه يعني. انا عايز اقول لهم بقى، ما خلاص عايز اقول لهم بقى. لا وانت عارف ان غلاوتك في قلوب الزملكاويه والزمالك ما تتوصفش يا شيكا، وانت تستحقها. ربنا يخليك، ربنا يخليك، وان شاء الله تبقى حلقه بتاعتكم تكسر الدنيا. ربنا يعزك والناس تبقى مبسوطه اللي حمدي معاك والله. الله يكرمك ويحفظك. ربنا يخليك. اسطوره الزمالك، واحد من امهر واحرف واجدع اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر وافريقيا، شيكا سحريكا نورتنا وشرفتنا. حبيبي. كل الشكر ليك. شيكا دوره ايه معاك بقى كقائد في الملعب وبره الملعب يا حمدي؟ والله انا بشكره على كل الكلام اللي هو قاله ده، واللي هو اتصل يعني. يعني شيكا انا اتربيت بتفرج على، انا دايما بحب لعيبه الكوره يعني. يعني شيل اي انتماءات في اي مكان، انا بحب اتفرج على لعيبه الكوره، سواء من حازم امام، كابتن شيكابالا، حسن عبد ربه، حسام غالي، كابتن وليد صلاح الدين، ابو تريكا، كابتن ابو تريكا، كابتن بركات، في لعيبه كده انت بتشوفها. لا انت هي دي الناس بتمتعك. اللي بتمتعك، مش كمان بتمتعك، هي بتعلي شعبيه. صح. اللعبه. صح عندك حق. يعني النجوم دي فعلا هي اللي بتعلي شعبيه اللعبه. شيكابالا من الناس من زمان، وانا كنت دايما موجود، كنت انا في ناشئين الاهلي، فكنت موجود في استراحه مدينه نصر، كنت دايما بروح الاستاد، بروح سواء ماتشات اهلي او زمالك، واتفرج على اللعيبه دي. اللعيبه دي هي اللي بتديك زي ما انت بتشوفهم كده السوبر هيرو بتاعك يعني، اللي هو لا انا عايز في يوم من الايام ابقى موجود في المكانه دي يعني، اتعلمت منهم كتير يعني. فهو لعيب ما شاء الله يعني، موهبه بتيجي في العمر مره يعني. اي تعليق، استفسار، اي حاجه، تهنئه، اي حاجه عايز تبعتها ابعتها لاحمد حمدي في الهدف، وكابتن احمد حمدي هيشوفها وهجاوب عليها. لسه القعده مطوله ولسه مكملين ولسه هنتكلم، وتعالوا نشوف نجوم الزمالك قالوا ايه لكابتن ماجد. يا حمدي حبيبي، الف الف سلام عليك، وهنفتقدك جدا، وان شاء الله ترجع اقوى واقوى، وانا عارف ان انت عندك شخصيه وعندك عزيمه ان شاء الله، وهترجع احسن من الاول. كلنا معاك في ظهرك، وربنا يكرمك ان شاء الله، وجبت لنا هدف البطوله الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ترجع اقوى واحسن. المايسترو الف سلام عليك يا حبيبي، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه، مفتقدينك والله جوه الملعب وبره الملعب، ان شاء الله ترجع احسن من اول يا حبيبي.
ابو حميد الف سلام عليك يا حبيبي، وربنا يتمم شفاك على خير، وان شاء الله باذن الله مستنيينك كده ترجع لنا احسن وأقوى من الاول، مستنيينك يا هداف. اخويا احمد حمدي الف مليون سلام عليك، وان شاء الله ترجع لنا احسن من الاول وترجع في اسرع وقت، وكلنا مستنيينك يا حبيب قلبي. حبيبي اخويا حمدي حبيبي الف سلام عليك، وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله وفي اسرع وقت، ومتأكد انك ترجع احسن واقوى من الاول ان شاء الله، وفي انتظار عودتك للنادي والمنتخب. الف سلام عليك يا حمدي. ابو حميد، مين اللي بتحس انه لعيب مش واخد حقه اعلاميا، مظلوم اعلاميا؟ مش عارف والله، يعني في نادي الزمالك ولا عامة ولا نادي الزمالك او بره الزمالك؟ يعني الفترة دي مثلا كان عمر جابر مثلا كان دايما زمان الناس بتنتقده وبتاع، بس لا، عمر لعيب مهم جدا، ولعيب ماشي بخطة ثابتة من بداية الموسم، كنت اتمنى اللي هو يبقى موجود في المنتخب. دونجا نفس الكلام، ماشي بشكل كويس، كنت اتمنى اللي هو يبقى موجود برضه. دونجا باخد عنه انطباع انه عنده حته، يعني تحس ان دونجا فاهم، يعني هي كل واحد مشعلم كده، كل واحد بيبقى ليه كاركتر يعني شخصيه، ده المود لا بتاعه. لا دي حاجه ده حلوه مش وحشه. ايوه عارف، بس هو لعيب مخلص يعني في الملعب، لعيب راجل تعتمد عليه في المواقف الصعبه، بيلعب بقلبه زي ما بيقولوا يعني. صحيح، هو لعيب هايل يعني، انا بحب العب معاه جدا. ومصطفى شلبي في فتره كنت شايف اللي هو برضه ماشي كويس، كان عليه ضغوطات كبيره، بس هو انا بشوفه لعيب كويس جدا هايل يعني. ولاعيبه كتيره موجوده معانا يعني، بحس الاعلام اكتر ما بيديلهمش اللي يستحقوه، اللي يستحقوه او المكان تقدير المكافئ ليهم يعني، المكافئ ليهم يعني. في حد بقى لعيب من بره بعت لك رساله، تعال نشوف مين. حمدي كونجراتيوليشنز. حمدي تهانينا بفوزك لكاس الكونفدراليه، لقد رايت ايضا انك تعرضت للاصابه وكانت لحظه مؤلمه، اعتقد انك ستغيب عن الملاعب لبضعه اشهر، لكنني أود أن أرسل لك هذه الكلمات التشجيعية، استمر في العمل بجد، لأنني أعلم أنك دائما مجتهد وأعرفك جيدا، لذا واصل عملك وستعود أقوى من أي وقت مضى. يا صديقي أتمنى لك الشفاء العاجل والعودة إلى الملعب الذي تنتمي إليه، أراك قريبا يا صديقي. وداعا وداعا. مين ده بقى ابو حميد، عرف الناس؟ اكيد الناس كلها عارفه ده، فيكتور وانياما. كان بقى في توتنهام و ومنتخب الكيني يعني، وكان صديق ليا يعني من المونتريال. يمكن كان هو اقرب حد ليا من يوم ما رحت النادي، كان هو دايما جنبي وكنا دايما مع بعض وبنخرج مع بعض. انا بحبه جدا، ويعني لعيب عظيم، من احسن الواحد فخور اللي هو لعب معاه، ويمكن على المستوى الشخصي هو بيحبني جدا وانا بحبه جدا، فاتمنى له التوفيق يعني، ودايما على تواصل مع بعض يعني. بمناسبه مونتريال، فعلا ان تيري اونري هو اللي كان حاط عينه عليك؟ تيري اونري انا رحت، هو كان هو اللي اختارني يعني ان انا ابقى موجود. بجد والله؟ كان هو اللي ماسك مدير فني وقتها. بس بعد كده هو بعديها باسبوعين كان يعني. انت رحت زي ترايل مثلا ولا لا ولا لا. ايه اللي حصل؟ هو تواصل مع الوكيل بتاعي وقدمه اوفر لنادي الجونه. كان لون اوبشن تو باي بعد كده، بس بعد كده حصل اللي هي الكورونا، فهو كان عشان عيلته وكده عايز يقضي وقت مع عيلته، فرجع لندن فقدم استقالته يعني. قال لك ايه بقى لما رحت والصفقه تمت؟ انا ما قابلتوش خالص، لان انا لما رحت كان بيبقى في حاجه اسمها الحجر والكورنتين، فقعدت انا في العزل ده، قعدت 14 يوم، فهو بقى مشي ما لحقتش اشوفه. يعني هو اختارك وتوكل على الله. بعد كده ولا كان في زوم ميتنج ولا اي حاجه ما بينك وبينه؟ لا، كان هو دايما مع تواصل مع الايجنت بتاعي. ايوه بس مسك بقى ويلفريد اللي هو الاسيستنت بتاعه، ده من برضو من احسن المدربين اللي الواحد اتمرن معاهم يعني، استفدت منه الفتره اللي انا كنت موجود فيها يعني. بمناسبه كلام شيك على ان بيشبهك بحسام غالي، لما طلعت كانت ناس كتيره جدا بتقول ده خليفه حسام غالي، وانت يا شاء بقى قدر ان انت تشتغل مع حسام غالي في الجونه،
انت لعبت معاه ولا ما لعبتش معاه؟ لعبت معاه. لعبت معاه وكان هو مدير كرة عليك. اه بالظبط. قول لي بقى التجربه مع الكابتن وكانت عامله ازاي؟ انا بس لما طلعت كان ستايل شعري شويه وستايل جريتي وفي نص الملعب وكده، فكان الناس كانت بتاخد بالشكل يعني. اه. بس كابتن حسام غالي لعيب عظيم يعني، برضو من اللعيبه اللي هي الممتعه في الملعب واللعيبه المخلصه لناديها، وقد ايه انا استفدت منه في الملعب كلاعب يعني، واستفدت منه لما كان مدير كوره في نادي الجونه. وعلى المستوى الشخصي كان يوميا بيتكلم معايا، كنت انا لسه صغير مش مدرك، ما ادركتش الكلام ده غير بعدين يعني. بس كنت معذبه؟ كنت تعبه؟ ما مش تعبه، بس هو كان شايف فيا ان انا لعيب كويس، وهو دايما بيحب لعيبه الكوره وكده، فدايما كان بينصحني سواء بره الملعب اتصرف ازاي، جوه الملعب اتصرف ازاي، اكل ازاي، انام ازاي. ما كانش عندي الخبره وقتها اللي هو الكلام اللي هو بيقوله ده، بس لو انت جاي مع مين؟ انت جاي مع اللي بيعيش حياه لعيبه الكوره يعني، زي ما قال الكتاب بالظبط. فهو كان لعيب عظيم وشخصيه كويسه جدا، استفدت منه في الملعب وبره الملعب يعني، واتمنى له التوفيق في حياته ولاسرته. اجدع واقصل البني ادمين اللي ممكن حد يعرفهم في حياته يعني، محظوظ اللي في حياته حسام غالي بجد والله. هو شخصيه عظيمه يعني، وبني ادم كويس جدا، واتمنى له والله التوفيق في حياته وفي اسرته يعني. انت جيلك كان مين في الاهلي يعني؟ اكرم توفيق واحمد ياسر كان جيلك؟ كان ريان جيلي، كنت انا مواليد 98 واكرم كان 97. فكنا الجيل مع بعض دايما. كنت انا يا ايه الصوره دي؟ ده مين بقى اللي مكمل لغايه دلوقتي من الصوره دي؟ انت فين؟ انا هنا جنب احمد حاتم. اللي هو هنا اللي باصص هناك ده؟ لا فوقينا ده محمد هاني. يا لهوي يا هاني، يا نهار ابيض، ده انا هزل هاني بالصوره دي بدله. وده كان احمد حاتم صاحبي، ومحمد مسلم، واحمد علاء الارموتي. فاللي لسه مكمل لغايه دلوقتي على الساحه هو هاني بس. هاني بس. طب احكي لنا عن هاني، واحكي لنا عن اكرم توفيق وريان. كان انا كان جيلي، كنت انا و دي صوره بقى اكبر شويه، دي 98 جيلنا ده. ده كريم يحيى موجود دايما في الداخليه، 9 ده ريان، 3 ده فوزي الحناوي. كمل برضه فوزي وعمل شغل كويس. كنت انا جيل 98 و97، فكان معانا رمضان، كان جيلي 97 رمضان وناصر، ندفيد، بيكهام، اكرم. كان جيلي انا 98 بقى بنتصعد معاهم، انا وكريم يحيى وفوزي الحناوي وريان. فكنا مجموعه كويسه جدا، كنا جيل مميز يعني في النادي. اكرم كان يعني ضرب اكرم جالنا من امبي، كان هو في ناشئين امبي، فجالنا وهو عنده 19 سنه. اكرم اكرم لذيذ جدا خالص. ده انا اول سنه ليا في اصحاب القصه، مش عارف ايه القصه. مش عارف ايه القصه دي يا ابو حميد. بتشوف يا ريان يقدر يلعب في ده؟ انت وحسام ده اخويا بس الكبير بجد والله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. بتشوف يعني ريان يقدر يكون موجود في منتخب مصر؟ طبعا طبعا. ريان انا معاه من واحنا عندنا 8-9 سنين. لعيب هايل، لعيب بوكس هايل، زي ما بيقولوا هداف بالفطره يعني. من اللعيبه اللي انا كنت بحب العب معاها دايما، ولعبت معاها في الناشئين فتره كبيره، ولعبت معاها في الاهلي وفي الجونه. فاتمنى له يبقى موجود في منتخب مصر، هو يستحق ده. في كلام بيتقال ان ممكن يكون في مفاوضات لانتقال ريان للزمالك، بتشوف انه يفرق ويضيف للزمالك؟ والله ده حياته وده كاريره، ان شاء الله ريان يبقى اضافه لاي مكان هيبقى موجود فيها. بس الحاجات دي اللي بيحددها اللعيب واداره النادي. فاتمنى له التوفيق يعني، وريان اضافه لاي مكان هيبقى موجود فيه. ايه قصه بقى سبورتنج براغا، وايه قصه اودينيزي؟ لان الكلام ده كان كتير قوي لما انت كنت موجود في الاهلي. ايه القصه الحقيقيه بقى للعرضين دول؟ وانا موجود في الاهلي كنت لسه عندي 17-18 سنه، لعبت مع باسيرو يعني. فهو من خلال كان الايجنت بتاعي وقتها كان محمد العاصي،
جاب لي عرض في سبورتنج براغا يعني، بس النادي ما وافقش. بعد كده انا غيرت الايجنت بتاعي، بقى كريستيان ايملي جاب لي برضه عرض في اودينيزي. رحت عملت فتره معايشه ترايل يعني اسبوع، اتمرنت مع الفيرست تيم ولعبت ماتشات مع البي تيم، وقدموا اوفر للنادي برضه. النادي كان ساعتها كان كابتن حسام البدري هو مدير فني، كان كابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، والباشمهندس محمود طاهر رئيس النادي. في وقتها يعني انا حكيت القصه دي كتير، مش عايز الناس تزهق بس مني وكده. وقتها هم كانوا شايفين ان انا لعيب بروميسنج هتقدر تبني عليه المستقبل وكده، فمن خلالها هم رفضوا يعني ان انا اسافر يعني. مين اقرب لعيب ليك دلوقتي من لعيبه الاهلي اللي انتوا على تواصل على طول، كلمك طمن عليك بعد الاصابه؟ منعم. منعم اول واحد بعد الماتش جالي والله بالليل متاخر طمن عليا. منعم من الشخصيات المحترمه، لان هو كان دايما معانا في الناشئين وانا بحبه جدا يعني. شخصيه محترمه وجميل، شخصيه محترمه ولعيب ما شاء الله ما شاء الله هايل. اتمنى له التوفيق ان شاء الله يعني في حياته. منعم صحيح كان فرود وهو صغير؟ كان بيلعب فرود بجد والله. بس هو كورته ما شاء الله يعني، مش كوره مدافع. لا هو لعيب هايل ما شاء الله يعني، ربنا يحفظه ويحميه من الاصابات، هو مستقبل مصر كلها يعني. جالي والله البيت بالليل يطمن عليا. اوفا كلمني برضو، محمد هاني، قفشه. فانا علاقتي بالناس كلها كويسه يعني الحمد لله. بتفرق لما يكون المساك اللي بيلعب وراك مدافع يكون كورته حلوه وسهله، ده بيسهل عليك الامور بقى جوه الملعب؟ بالظبط. لو انت في نادي كبير وبتبداوا تعمل بيلد اب وكده، بيسهل لك، بيبدا يعمل لك باصات بين الخطوط مهمه يعني. فمنها من اللعيبه دي يعني. قبل ما نطلع لفاصل، يعني ان يبقى في مظاهره حب من جمهور الزمالك طبيعي ومنطقي، بس ان يبقى في على الجانب الاخر مظاهره حب واحترام من جمهور الاهلي، ده اللي احنا شفناه لما اتعرف ان احمد حمدي موجود معانا. بتشوف ده ازاي يا احمد؟ يعني بتبصص له ازاي وبتشوف ايه السبب فيه؟ والله انا قضيت 14 سنه داخل النادي الاهلي، ما افتكرش ان انا عملت مشكله مع حد، او ان انا طلعت غلطت في حد، او ان انا سئت لجمهوره. فالناس بتحترمني للنقطة دي، والآخر النفس أنا كنت موجود في النادي الأهلي، أنا كنت بحترم الناس كلها من أكبر واحد لأصغر واحد، فالناس مقدرة ده يعني. ربنا يكرمك، فأنا بشكرهم والله على الشعور ده ويحبك يعني. فيك خلقه، مع إن الموضوع الحساسية بتاع اللعيب يروح من الزمالك للأهلي أو من أهل الزمالك دي عادة يعني بيصاحبها شكل من أشكال الغضب الجماهيري، ولكن ربنا يكرمك. وبحس دايما اللعيبة المهذبة المحترمة اللي عندها شخصية هادية وعقلانية بفضل الله ربنا بيكرمها ان هي بتحظى باحترام وحب الجمهور كله يعني. الحمد لله يعني، احنا اديك شايف الناس في غزه بتموت وكده، احنا بنلعب بنعمل حاجه زي ما كابتن شيكابالا قال يعني، زي الممثلين او بترفه عن الناس. الناس بتاخد حاجات في ابعاد تانية يعني، تنافسيه وكراهيه هي مش موجودة في الرياضة. الرياضة موجودة أساسا عشان تجمع الناس يعني. الناس دلوقتي واخدها في قصة تعصب صحيح. ومشاكل دايما. أنا من خلالك بس يعني ممكن يبقى ليها لوم يتابع على الناس اللي موجودة اللي بتدير الميديا في مصر. يا جماعة احنا عايزين الكورة للكورة، للتحليل، تكنيك اللعيبة، تكنيك خطط، حاجات. مش افتح التلفزيون كل يوم خناقه مع واحد، واحد بيشتم في واحد، خناقه مع واحد، واحد بيشتم في واحد. قصدك على بعض المنابر الاعلاميه او بعض يعني وسائل الاعلاميه؟ هم مش يعني، انت كده بتعمل احتقان كبير بين الجماهير، بتعمل احتقان كبير بين اللعيبه، بتعمل احتقان كبير بين مجالس الادارات. ده غلط يعني، ده مش صح يعني. مش كل حاجه مشاكل، مش كل حاجه مشاكل. انت المفروض برامج رياضيه طالع تحلل كوره. لا، الناس بقت هدفها يتكلموا في الكوره مثلا 20% 80% ده شتم، ده عمل، ده قال، ده سوى. دي مش كوره يا جماعه. احنا عايزين ناس تهدى، ربنا يرحم ناس من انا افتكر 2012 2015 من كتر الاحتقان ناس توفت، ربنا يرحمهم. و
جميعا، يعني مش عايزين الحاجات دي تتكرر تاني، مش عايزين الاحتقان ده يبقى بين الجمهور كتير يعني. صحيح. اي سؤال اي استفسار، راجعين بعد الفاصل مع الكابتن احمد حمدي، الهاشتاج بتاعنا احمد حمدي في الهدف، ابعتوا لنا وراجعين لكم بعد الفاصل. كابتن احمد حمدي كان بدا يعيد مستواه وفورمه كبيره، طبعا الماتش دوت كان من احسن لعيبه بدات الماتش كويس وكان شغال كويس، حتى لما اتصاب كان نص الملعب عندنا فضي، وربنا يرجحونا بالسلامه ان شاء الله. ربنا يقوم بالسلامه كابتن احمد حمدي، وان شاء الله يبقى يوم بخير ويرجع احسن من الاول ان شاء الله. طبعا هو ابن النادي الاهلي وانا اهلاوي، افتخر طبعا ان انا اهلاوي، بس طبعا بتمنى له الشفاء والسلامه الكابتن احمد حمدي، والف مبروك ليك الكونفدراليه وجمهور الزمالك مهما كان، ده تنافس شريف في الاخر وكلنا بنحب مصر. لعيب مجتهد ولعيب كويس في الملعب، واحنا بنشكره على الاداء اللي عمله في اخر مباراه دوت، والحمد لله ان هو يعني بتعبه ومجهوده اهدانا الكاس. طبعا انا بشكر كابتن احمد حمدي على البطوله اللي احرزها لنادي الزمالك اللي هي الكونفدراليه، لولا طبعا كنا حصل الهزيمه لنادي الزمالك، بس الحمد لله هو فرح الجماهير كلها. هو حاجه يعني كويسه لنادي الزمالك وكابتن متفوق وحاجه كويسه، يعني ربنا يوفقه. اقول له الف سلامه عليك يا احمد يا حمدي، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه. اقول له انت شاب مجتهد، شاب محترم، روحك حلوه، فان شاء الله خليك مع ربنا، وربنا كريم وربنا حميد مجيد، وان شاء الله تخف وترجع احسن من الاول ان شاء الله. السادسه انت اللي هتجيب الجون برضه. اقول له شد حيلك وترجع احسن من الاول ان شاء الله، ومنتخب عايزك. قبل ما نروح للعدد التنازلي يا احمد، بمناسبه المنتخب، حاسس ان الدنيا قربت في المنتخب؟ كنت اتمنى ابقى موجود، بس قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله ترجع لها، مفيش اسرع منها ان شاء الله، واتمنى ابقى موجود لما ارجع ان شاء الله من الاصابه. في تواصل بينك وبين صلاح؟ لا، ما كانش في تواصل بيني وبينه. بس انت اعتقد في فتره انضميت للمنتخب او اشتغلت معايا طبعا في فتره في المنتخب اعتقد حاجه، صح؟ رحت معسكر كان موجود مع كابتن ايهاب جلال، وهو كان موجود يعني. صراحه طبعا اكيد يعني ايقونه الكره المصريه و اعظم لعيب جه في تاريخ مصر يعني، فلا يعني قال لك ايه او نصحك بايه؟ يعني ما كانش فيه تواصل قوي، هو مش انا مش قريب ليه قوي يعني. ايوه. بس لا، هو بيتعامل برضه، هو قائد في المنتخب وبيعامل الناس كلها كويس وشخصيه جميله يعني. جاي لك الاف الاسئله والاف الكومنتس من الجمهور، هنحاول نعرض يعني. عذرا يا جماعه، اول حاجه الجوائز بتاعتنا التيشيرتات والتذاكر هتبقى عندكم، وهنعلن عنها ان شاء الله على قد ما نقدر في اسرع وقت، عشان الاسبوع الجاي الناس اللي كسبت تشرفنا وتاخد التيشيرتس وتاخد التذاكر. الاف الكومنتس والاسئله اللي مبعوثه، فاحنا هناخد او اللي نقدر عليه هناخده معانا النهارده، فاعذرونا وحقكم علينا. بس في سؤال بقى انا عايز اسالك، جه بالصدفه يعني جه في بالي وانا بشوف الاهداف واللقطات بتاعتك، الكره بتاعت سموحه بينالتي فعلا؟ انا شايفها بلنتي والله. انت شايفها بلنتي؟ طب تعال نروح نشوف الفيديوهات بتاعت الجمهور بعتلك اسئله وبيقول لك ايه.
الكبير قوي الكابتن ابراهيم عبد الجواد، وطبعا ضيفه العزيز العزيز على قلبنا قوي كابتن احمد حمدي اللي جاب جون هيفضل في الاذهان وعمره ما هيتنسي. منتظرين منه اهداف كتير ان شاء الله، برضك عمرها ما تتنسي، ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله، وربنا يقومك بالسلامه باذن الله. ربنا يرجعك بالسلامه يا كابتن احمد، وان شاء الله باذن الله ترجع اقوى من الاول، وان شاء الله باذن الله نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي احنا بنعشقه منتظرين منك ان شاء الله باذن الله كتير وكتير وكتير، ان شاء الله ترجع بالف سلامه باذن الله. ربنا يتم شفاك على خير يا رب، وترجع احسن من الاول وكسر الدنيا كده ان شاء الله. وثانيا بقى الف الف مبروك، وربنا يكرمك كده وتحقيق مزيد من البطولات، وان شاء الله باذن الله ترجع وتكسر الدنيا باذن الله. الف مليون سلامه، وان شاء الله يا حبيبي ترجع احسن من الاول وتكسر الدنيا. يمكن من اكتر الناس اللي بتتمنى وجودك في نادي الزمالك من ايام النادي الاهلي وايام الجونه، لكن الحمد لله بقيت موجود معانا. بقول لك ان هدف في الكونفدراليه مفيش اي زملكاوي ينساه، واللعب قدام جماهير الزمالك دي متعه وشيء تاني خالص. الف سلامه عليك يا كابتن احمد، وان شاء الله ترجع لجمهور الزمالك ان شاء الله اقوى من الاول بكتير، وترجع الملاعب وانت بصحه وبعافيه وسلامه يا رب ان شاء الله. عايز اوجه رساله لك يا احمد، قول لي احساسك ايه لما شفت جمهور نادي الزمالك مالي مدرجات استاد القاهره في نهائي الكونفدراليه، والهتاف باسمك والهتاف باسم نادي الزمالك، ولحظة الفرحة بإحرازك هدف البطولة. ألف سلام عليك كابتن أحمد، وإن شاء الله ترجع أقوى من الإصابة اللي أنت فيها، وبإذن الله بإذن الله تحقق مع الزمالك بطولات. إحنا بنحبك جدا وعارفين إنك لعيب جامد جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله مستنيين منك كتير قوي 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 لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك. بس بعرفني بس ايه رايك في الاحتفال وسط جمهور نادي الزمالك؟ تعليقك يا ابو حميد. والله انا بشكر كل الناس دي. ده حاجه بسيطه، احنا عشان الوقت يعني عشان لسه في كمان اسئله وكومنتس جايه من الناس. والله انا بشكر كل الناس دي على المشاعر المتبادله يعني، و وبشكرهم والله جدا جدا جدا، مشاعر صادقه من القلب والله. يمكن كان في بيقول لك احساسك ايه وانت شايف سابقا، انا لما نزلت يوم الماتش يعني شفت الناس اللي هو من كتر حماس انا عايز اسخن وابدا دلوقتي يعني. فاتمنى ان هم يبقوا سعداء بالبطوله، وان شاء الله ان شاء الله بتوفيق اللعيبه ومجهودنا ان شاء الله نساعدهم اكتر واكتر يعني. ان شاء الله يا رب على قريب ترجع وتنور الدنيا كلها في الملاعب. نروح لعد التنازلي بعض الاسئله وبعد كده نشوف بقى الكومنتس بتاعت الجمهور. انت فعلا كنت هتنضم للزمالك في عام 2021؟ كانت الدنيا قريبه. السؤال اللي بعد كده، مين افضل مهاجم لعبت معاه خلال مسيرتك حتى الان؟ كابتن امل ندم. السؤال اللي بعد كده، مين افضل مدرب تدربت تحت قيادته؟ والله مدربين كتيره، ما اقدرش اقول لك مدرب يعني بعينه، بس في نماذج كبيره. انا طلعت مع مستر بسيرو في النادي الاهلي، لما رحت الجونه كان موجود كابتن رضا شحاته، لما سافرت كان ويلفريد نانسي من افضل افضل المدربين اللي الواحد اتعلم منهم حاجات كتيره، كابتن ايهاب جلال مع المنتخب، مستر جوميز فعلا. اتظلم كابتن ايهاب جلال في تجربته على المنتخب؟ والله انا شايف اللي هو خدش فرصه حقيقيه يعني، بس ده حال الكوره يعني في مصر. السؤال اللي بعد كده، هل فريق الزمالك الحالي قادر على حصد كل البطولات؟ بمجهود كل لعيب بيدي 100% اكيد ان شاء الله هنحارب على كل البطولات يعني. السؤال اللي بعد كده، مين الاقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم؟ المنافسه لسه موجوده ان شاء الله، وهنسعى لده لاخر نفس، لاخر اسبوع في الدوري ان شاء الله هنفضل ننافس عليه. السؤال اللي بعد كده، مين اكتر مدرب تعرضت للظلم تحت قيادته؟
ما يعني مفيش حاجه اسمها ظلم او يعني ما كانش مقتنع بيك، ما ادكش الفرصه اللي انت كنت تتمناها. والله المواقف دي بتعلمك في الكوره اللي انت حتى لو المدرب مش مقتنع بيك ان انت تبدا تشتغل اكتر عشان تثبت له، ده يبقى انتصار ليك ولذاتك يعني ولشخصيتك. فاكيد انا عديت على مواقف كتيره مش هقدر اذكرها على ناس معينه، بس الحمد لله يعني في كل فتره انا كنت بتعلم من الفتره دي. هاي. السؤال اللي بعد كده، هل تتوقع عوده رمضان صبحي الاهلي ام انتقاله للزمالك، وانا ازود عليه ام بقائه في بيراميدز؟ والله رمضان لعيب هايل يعني هو جيلي وانا عارف رمضان من واحنا صغيرين، فهو مستقبله هو اللي يحدده، ما اقدرش ان انا. تتمنى وجوده في الزمالك؟ رمضان اضافه لاي مكان. زميلك يعني؟ اضافه لاي مكان يبقى موجود فيه اكيد يعني. تقول له ايه في الازمه اللي هو بيمر بيها دلوقتي؟ والله اتمنى ان شاء الله اللي هو الازمه تعدي على خير ويرجع يلعب بشكل طبيعي، ما يبقاش فيه وقفه ولا اي حاجه، وانا متاكد من رمضان يعني ومن شخصيته اللي هو يرجع اقوى يعني. تعالوا نروح بقى لاسئله الجمهور، وبعتذر لحضراتكم مره تانية ان احنا ما قدرناش ناخد كل الاسئله وكل التعليقات. ادم عثمان ناوي على احتراف تاني مع نادي اكبر من مونتريال، ورايك في اختيارات القائمه للمنتخب، والف سلام عليك وترجع اقوى يا رب. من يوم ما طلعت وانا في الناشئين الاهلي، واي حد بيسالني حلمي الحلم ان انا احترف. ايه النادي اللي نفسك تلعب فيه؟ نفسي العب في برشلونه، ونفسي العب في الليجا يعني عامه، ف ده حلم انا يعني هو دايما. ربنا يقوله لك يعني. يا رب يكتبه لك. احمد مصطفى الصفطاوي بيقول احمد حمدي عقليه محترمه جدا وراسي في كلامه، نوعيه لاعب مش موجوده اليومين دول، ربنا يرجعك بالسلامه يا كابتن ماجد. الله يسلمك. بعد كده بشوي اكرم، تقييمك لاداء الزمالك دلوقتي وقبل الصفقات الجديده، والف سلام عليك يا ابو قلب ابيض. الله يسلمه. في الاول اكيد الصفقات اللي جت لنادي الزمالك ادت اضافه مع الناس اللي موجوده قبل كده برضو، لان هي الفرقه فيها عناصر زي زيزو، فتوح، شيكابالا، جزيري، حمزه، حسام، كل اللعيبه، صبحي، عواد، فاكيد الناس اللي جت فبيدوا اضافه للمكان يعني. حنين حسن بتقول لك منور الشاشات كابتن احمد حمدي، سؤالي مين اكتر لاعب دمه خفيف في التيم ودايما بيفرفشكوا؟ دونجا يعني. دونجا. عمرو سعيد بيقول لك يا هنانا ساعدنا حمدي وشيكا عندنا. بعد كده طارق يحيى، مين اللاعب الزملكاوي المعتزل اللي كنت تتمنى يكون موجود مع جيل الزمالك الحالي؟ كابتن حازم امام طبعا يعني. حازم امام كبير. طبعا تعلم ده امبراطور الكره المصريه. مختار مكي، مين مثلك الاعلى؟ والله يعني في لعيبه كتيره يعني، في مصر وفي بره، انا بحب اتفرج. قول لي واحد هنا واحد هنا، او اتنين هنا واتنين هنا. يعني انا في مصر كنت احب كابتن ابو تريكه، كابتن حازم، هشام غالي، كابتن حسني عبد ربه. بره مصر، بره انا بحب ميسي جدا. بحب انيستا، تشافي، لعيبه في اسمها. ايه سمير، شايف تجربه الزمالك لحد دلوقتي عامله ازاي؟ جمايلك كترت علينا ومرسي على الكونفدراليه. والله يعني ده الطبيعي، المفروض نادي الزمالك يبقى على منصات التتويج دايما. فان شاء الله مزيد من البطولات يعني. احمد حسن، ترجع بالف سلامه يا احمد، انت من اللعيبه المحترمه اللي انتقالك كان بهدوء وليك محبه عند الاهلاويه لاحترامك لجماهير الاهلي والنادي. بعد كده حميد دينز، احساسك ايه في لحظه ما سجلت الهدف في نهضه بركان واستاد القاهره كله بيهتز من الفرحه، من فرحه الجمهور؟ والله شعور لا يوصف يعني، من افضل لحظات حياتي يعني. اللي الناس دي كلها ترجع سعيده ومبسوطه يعني. طب ناخد الراحه دي، معلش انا عارف ان الوقت بيجبز. احمد خلف او احمد سليم، احمد حمدي الموهوب اللي الواحد فرح جامد والله لما عرف انه في الزمالك، لان حمدي موهوب خلوق ولاعب عنده عقليه على اعلى مستوى، عملت رصيد في قلوبنا حمدي، ومستنيين منك اكتر واكتر يا بطل، ومتاكدين انك هترجع وهتكسر الدنيا ان شاء الله. طبعا احمد انا مش عايز اقول لك يعني بجد حرفيا والله في الاف الكومنتس، بس احنا ما الوقت مش ساعفنا، فانا بعتذر لحضراتكم مره ثالثه ورابعه وخمسه وعشره. احمد تشرفتنا ونورتنا وسعدنا بيك، وانا بصراحه مبسوط جدا على المستوى الشخصي بعقليتك وبشخصيتك وبردودك وبطريقه تفكيرك، واجهه مشرفه ومحترمه وعقليه مشرفه ومحترمه، نتمنى ان هي تبقى موجوده عند كل لاعبتنا. فانت شرفتنا وربنا يشفيك وترجع بألف مليون سلام عن قريب يا رب. حبيبي يا ابراهيم، وانا كنت سعيد ان انا موجود مع حضرتك بس، وان شاء الله تكون حلقه الناس كلها اتبسطت منها. بس قبل ما اختم بس حابب
اشكر والدي ووالدتي واخواتي، قعدوا معايا بظروف صعبة كبيرة، وهم دايما السند والدعم ليا. فأتمنى إن هم يكونوا فخورين بيا وبابنهم بتربيتهم والمكان اللي أنا موجود فيها. وحابب أشكر مستر ممدوح عباس من أول يوم وهو بتواصل معايا عشان يطمن على رجلي وكده، فحابب أشكره على كل المجهود اللي بيبذله عشاني. والراجل ده قد ايه هو بيحب نادي الزمالك ومخلص حتى لو هو مش موجود في نادي الزمالك. يعني شرفتونا نورتنا يا ابو حميد، حبيبي كل الشكر ليك. الله يخليك. شكر موصول لحضراتكم على المتابعه، نشوفكم بكره باذن الله على الف خير.